تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي حرص على الاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل، وكذلك الاستماع لآرائهم مهنئا إياهم بمناسبة شهر رمضان المعظم. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس حرص على الاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل، وكذا الاستماع لآرائهم مهنئا سيادته إياهم بمناسبة شهر رمضان المعظم. وذكر المتحدث الرسمي أن جولة السيد الرئيس تضمنت تفقد سير العمل بمحور جيهان السادات الرابط بين مناطق وسط البلد وميدان رمسيس حتى طريق الأوتوستراد، فضلا عن أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة في منطقة المعادي وحتى حي الأسمرات. بناء على تعليمات سيادتك يا فندم، تم الانتهاء وتشغيل محور حسب الله الكفراوي بطول 9 كيلو متر وبعرض من 4 ل 8 حاره مروريه. المحور ده يا فندم بيبدا من صناديق القمر الصناعي عند الشارع اللاسلكي وبينتهي عند التقاطع مع محور الدكتور سميره موسى ونفق الاسمرات. المحور ده يا فندم بياخد القادم من مناطق جنوب القاهره والقادم من حلوان وطريق صيد الحر، وبيقدر ان هو ينقله لمناطق القاهره الجديده ومن العاصمه الاداريه عن طريق عده محاور. محور الدكتور سميره موسى، محور اللواء عمر سليمان، وبرضه يا فندم المحور ده بيقدر ينقل القادم من الجنوب لمناطق شرق القاهرة ومنها إلى طريق السويس وصولا إلى مطار القاهرة الدولي ومرورا بمدينة الأمل ومدينة نصر عن طريق محور شينزو آبي. وبيقدر يا فندم ياخد القادم من الجنوب وينقله مناطق شمال القاهرة وغرب القاهرة ومنها إلى الجيزة عن طريق امتداد محور المشير ومحور جيهان السادات. طبقا لتعليمات سيادتك يا فندم، تم البدء في تشغيل المرحلة الثالثة من محور جيهان السادات اللي بتنفذه وزارة الإسكان متمثلة في الجهاز المركزي للتعمير. المحور ده يا فندم بيبدا من تقاطع مع شارع لطفي السيد عند منطقه نفق ابو حشيش. بكده يا فندم نقدر نقول ان احنا قدرنا نعمل تعدد وتنوع في المحاور للانتقال لمناطق القاهره المختلفه بدون استخدام شبكه الطرق القائمه وخاصه الطريق الدائري وطريق الاوتوستراد. بكده يا فندم قدرنا ان احنا نقلل زمن الرحلات، وبالتالي قدرنا ان احنا نرشد في استخدام المحروقات والوقود بانواعه. احنا قلنا نفتح الكوبري بتاع المعادي المره اللي فاتت. ايوه يا فندم، هو مفتوح تمام. المحور نفسه يا فندم تمام. احنا دلوقتي يا فندم هنبدا في المنطقه المحيطه بالمحور ده. اتفضل. تطوير الطرق المحيطه يا فندم بمحور حسب الله الكفراوي عباره عن طرق قائمه هيتم توسيعتها فندم ورفع كفائتها باجمالي اطوال 18.5 كيلو متر وبعرض من 5 الى 8 حره مروريه لكل اتجاه. الطرق انشاء جديده يا فندم هتبقى باجمالي اطوال 6 كيلو متر وبعرض من 5 الى 8 حره مروريه لكل اتجاه. اهم طريق يا فندم في الطرق المحيطه بمحور حسب الله الكفراوي هو شارع الخمسين يا فندم، بيبدا من القاهره الجديده وطريق العين السخنه القديم مرورا اسفل طريق العين السخنه الجديد عن طريق نفق القطاميه. النفق ده يا فندم حاليا اتجاه واحد، ان شاء الله هيبقى اتجاهين بعرض 5 حره مروريه لكل اتجاه. والشارع ده يا فندم هيوصل الى تقاطع محور حسب الله الكفراوي مع الاوتوستراد وصولا الى شارع اللاسلكي. وبكده يا فندم نقدر نقول ان احنا خلقنا محور موازي جنوب الطريق الدائري في المسافه من طريق الاوتوستراد مرورا بزهراء المعادي الى القاهره الجديده ومنها الى العاصمه الاداريه الجديده. وبيتم برضه يا فندم حاليا انشاء محاور موازيه شمال الطريق الدائري زي محور الدكتور ياسر رزق ومحور الدكتوره سميره موسى. ايوه امير سيادتك شكري. ده اللي هيربط المقطم بصلاح سالم، مش كده؟ تمام يا فندم، مش كده؟ مش كده؟ طيب شاكرين. حاجه تاني؟ تمام كده. مساء طيبين. مساء طيبين. إلى جانب المراحل النهائية من محور الدكتورة سميرة موسى الرابط بين حي الأسمرات ومناطق شرق القاهرة والقاهرة الجديدة. شرفنا هنا يا فندم في محور دكتورة سميرة موسى اللي بيبدأ من شارع جمال محمد علي في منطقة زهراء مدينة نصر، بيتجه جنوبا في أرض المعسكر، ثم بيعبر طريق المشير طنطاوي كوبري علوي، ثم جنوبا وبيعبر محور الدكتور اللواء عمر سليمان كوبري علوي، ثم بيتجه موازيا للطريق الدائري يعبر محور محمد علي فهمي كوبري علوي، ستشرفتنا منه دلوقتي، ثم محور الشهيد
ثم ينتهي عند محور حسب الله الكفراوي. المحور ده طول 11 كيلو متر، 5 حارة مرورية في كل اتجاه. المحور ده يا فندم هيوصلنا لمحور مرور جديد سيادتك صدقت على بدء العمل فيه، هو محور الدكتور ياسر رزق. محور الدكتور يا فندم ياسر رزق يا فندم بطول 7 كيلو متر، 5 حارة مرورية في كل اتجاه، بيبدأ من تقاطع مع محور حسب الله الكفراوي ومحور الدكتورة سميرة موسى، ثم بيتجه غربا موازيه للكورنيش المقطم والطريق الدائري حتى التقائه بنهايه شارع 9 نزولا حتى طريق صلاح سالم. سيادتك برضه يا فندم صدقت على ربط محور الدكتور صلاح الشاذلي في متحف الحضارات بمحور الدكتور ياسر رزق، بحيث يا فندم يبقى جبنا الحركه المروريه من مناطق كورنيش النيل والقاهره القديمه وربطناها بمحور ياسر رزق، ثم بنتجه يا فندم شرقا جبنا من الغرب للشرق بالظبط كده يا فندم. وده اول مره تشتغلوا على المقطم في المنطقه الجبليه دي بالظبط يا فندم، وهتربط المقطم من فوق مش كده برده كده ستك صدقت برده يا فندم على تطوير كورنيش المقطم معانا، فبذلك هيبقى ربطنا الكورنيش بمحور الدكتور ياسر رزق ونقل الحركه المروريه كلها من مناطق كورنيش النيل ثم وسط القاهره فشرق القاهره فحتى القاهره الجديده يا فندم. احنا هنخلص الجزء الرابط ما بين الدكتور صلاح الشاذلي تمام وياسر رزق، احنا يا فندم بندقق الدراسه النتيجه لطبيعه المنطقه الجبليه يا فندم ونقل العرض للسفر. طيب كنت انا قلت تدرسوا حاجه كده جوه المقطم فوق نفسه بالظبط يا فندم اللي هو محور موازي تاني للمحور شارع 9 كده. اه سيادتك برضه صدقت ندرس بنبدا ندرس برضه ربط اللي هو المحور ياسر رزق ان احنا نوصل لحد بيه لحد جهه السكك وجاري دراسته يا فندم. احنا اصل احنا لو عملنا كده هنخفف على صلاح سالم خالص بالظبط يا فندم، يبقى اي حد جاي من القلعه وجاي من السيدة عيشة والكلام ده يبقى الموضوع بالنسبه له سهل خالص تمام شرق وغرب يعني تمام. فمحور سميرة موسى يا فندم اتعمل عليه اربع اعمال صناعيه، اولها يا فندم تقاطع اربع كباري تمام الكوبري الاول يا فندم تقاطع محور الشهيد وده تم بنسبه 100% يا فندم وتم تشغيله للمرور يا فندم. تاني كوبري يا فندم هو كوبري تقاطع المحور مع محور المشير محمد علي فهمي، وكان في الاول يا فندم كان هو اتجاه واحد بس يا فندم فرده واحده بلوبه واحده، وسيادتك صدقت ان احنا نحرر له جميع حركاته المروريه، وبالفعل يا فندم الحمد لله يا فندم عملنا عمليه توسعه وحقق له جميع الحركات المروريه يا فندم، وصل الاطوار المالي 2 كيلو تقريبا ان شاء الله يا فندم، ده يعني قبل نهايه الشهر هيكون داخل التشغيل باذن الله. ثم يا فندم مرورا يا فندم بكوبري تقاطع المحور سميره موسى مع محور اللواء عمر سليمان اللي هو قدام سيادتك ده يا فندم، احنا بالفعل بدانا نرفع اعمال الكمر بتاعته وان شاء الله يا فندم ضاغطين بحيث ان قبل برضو بنهايه قبل نهايه الشهر يمكن يكون داخل يعني على العيد باذن الله يا فندم ان شاء الله. يبقى يا فندم اهم كوبري على المحور يا فندم واكبر كوبري هو كوبري تقاطع محور سميره موسى مع محور المشير طنطاوي. الكوبري ده يا فندم ليه طريقه خاصه لانه بيعلو خط المونوريل اللي ماشي بالمشير، وده خلاني ما اقدرش اعمل محور او اكس في النص يشيل الكوبري، فاضطريت انفذ باكيه معدنيه بطول 72 متر وتعتبر يا فندم من اطول الباكيات اللي احنا بننفذها، بالاضافه يا فندم ان انا عليت بارتفاع الكوبري وصلت لارتفاع 25 متر يا فندم على محور المشير عشان احقق الارتفاع الامن لاعلى المونوريل يا فندم. وبالفعل الحمد لله يا فندم احنا بننفذ الاعمال يعني يا فندم بامان، جايبين شده معدنيه مخصوصه ده يا فندم ان شاء الله هيخش معانا بنهايه شهر 5 يا فندم 30/5 خطته الزمنيه نظرا لطبيعته يا فندم، بس باذن الله احنا بننسق حاليا مع الاداره العامه لمرور القاهره عشان ابتدي اعمل التحويلات المروريه، عشان خلال 10 ايام النهارده هبدا اورد الكمر المعدني اللي اعلى من نوريل وابتدي ان شاء الله يا فندم ارفعه تبيعا. طب انت خليني بس هنا ارجع عند الكوبري لان ده هيربط الشمال بالجنوب بشكل كبير قوي. انتوا هنا لو انا النهارده جاي من يعني من جمال من شارع جمال محمد علي وعايز اخش على محور المشير اخش ازاي؟ احنا يا فندم عاملين صواني بتحقق دواري الدوران بحيث ان انا اقدر يا فندم الف وارجع واخد يعني اخد دواري الدوران يا فندم من الصواني اللي على المحور فندم. وانت عامل نفس الكلام هنا وعامل صواني يا فندم على مسار المحور بالكامل، اقدر يا فندم اخد الطرق الايه العرضيه اللي بالكامل دي كلها. طب انتوا من خلال تواجدكم هنا برضو كلام السؤال اللي انا دايما بساله تمام يا فندم، في حاجه شايفين ممكن نعملها و احنا يا فندم تقترحوها استكمالا يا فندم لسيادتك التوجه دي يا فندم، ان احنا برضو طورنا الطريق مثلا زي مشير محمد علي فهمي ووسعناه لكل الطرق اللي بندخل فيها بنوسعها لخمس حارات مروريه زي ما سيادتك امرت، فبحيث كل الطرق اللي احنا بنشتغل يمينها وشمالها بنوسع اللي موجود لخمس حارات مروريه. ما احنا اتفقنا على الحته الكتله دي كلها بالكامل ان احنا هنعمل فيها كده تمام يا فندم، لكن احنا بنتكلم وانتوا ده كل ده متخطط تمام يا فندم، انا بتكلم تخطيط جديد تمام فعلا يا فندم. طبعا برضه توجيه سيادتك في النقطه ديت، احنا جينا يا فندم في المنطقه بتاعت عم سيادتك لما سيادتك امر بالربط
محور حسب الله الكفراوي يا فندم ومنطقه الاسمرات بمنطقه المقطم والربط المنطقه دي كلها بمناطق شرق القاهره يا فندم. احنا عملنا بجاري تنفيذ سياده صدات الكوبري حاليا يا فندم، بدانا لسه بادئين فيه دلوقتي، اللي بيربط يا فندم محور اللي هو عمر سليمان ويعبر صنيه المقطم يا فندم عند شارع 9 بالمقطم، عشان يربط بمنطقه حسب الله الكفراوي. الكوبري ده يا فندم هيحرر فعلا الزحمه اللي كانت بتحصل عند منطقه المقطم، ودي نقطه يا فندم سيادتك كنت امرت بيها نتيجه يعني دراسه المنطقه. واحنا برضه لو في اي حاجه تاني تمام اول باول كده وانتم موجودين في المنطقه ابعتوا المقترح للهندسه هم يعملوه. متشكرين، كل سنه وانتم طيبين. عايزين تقولوا حاجه تاني؟ متشكرين، شكرا جزيلا.